السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة كويكوك. اليوم إن شاء الله نقول لكم عيدكم مبروك وتقبل الله منا ومنكم. اليوم هذا وجدت الكاطو تاع العيد، بقلاوة اللي حطيت لكم الوصفة تاعها، والاخرين يعني درتهم في وقت ضيق نظرا الظروف اللي كنت فيها، ما كانتش مساعدتني باش نحط لكم كاع الوصفات، بصح منا وهاك ان شاء الله غير بشويه بشويه نولي نحط لكم. ها هو المقرون الثاني، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.